مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، صباح الخير. نحن معكم مباشرة من ميناء طرابلس، يعني على بعد مسافة قليلة من جزر النخيل والمعروفة طبعا بجزيرة الأرانب، يعني بعد الكارثة التي حصلت يوم البارحة باحتراق جزء كبير من هذه الجزيرة، أو بالأحرى من الغطاء النباتي على هذه الجزيرة. طبعا يعني هذا الأمر خلف موجة استنكار كبيرة جدا في الشارع الطرابلسي بشكل خاص، حول ما إذا كانت هذه يعني الحادثة هي مفتعلة أم هي عن سبيل الصدفة أو عن غير قصد إن صح التعبير. لنقف أكثر عند التفاصيل ما جرى وما سيجري ربما معي رئيس لجنة محمية جزر النخل يلي هي طبعا حتى ننوه انه جزر النخل هي نفسها جزيرة الأرانب. فينا نعرف اكثر شو يلي صار امبارح؟ اللي صار انه بمحمية جزر النخل الطبيعية اللي بتضم ثلاث جزر، بس جزيرة الأرانب اللي هي تعرف قانونيا بجزيرة النخل. اللي صار انه في عنا برج لمراقبة الطيور، هذا من 10 سنين احنا عاملينه وتعبينين عليه ومن مدة عملنا له صيانة. في ناس فاتوا لجوا، ظاهر كانوا جوا لانه في شاهد عين شاف انه في شيء، كان في ناس جوا. فجأة لقينا النيران قبت بسرعة ودغري البرج كله تهبط، وكان في هواء ومن خشب وكتير حلو ومكلف بصراحة. راح دغري بدقائق كان بسرعة ولع، معناته أنه كان في شيء مفتعل. يعني هذا رأيي، ما بعرف هي بقلبة نخيل قديش كان الأضرار. يعني احنا طبعا ما قادرين نصور مشاهدينا الكرام بقلب الجزيرة لأنه الإنترنت غالبا بيكون ضعيف وما في إمكانية لأنه نطلع لايف من هونيك، ولكن اللي الأضرار مئويا قديش لحقت الجزيرة؟ الأضرار هي بس البرج اللي راح، يعني صار على رماد وحواليه في قصب وفي غطاء نباتي، هيدا راح بس كله بيتعالج. يعني بيتعالج حاجة انه هيدا الحريق اللي صار هو مفتعل لأهداف معينة ولا غايات معينة، وين وصلتوا بهيدا الموضوع؟ ما بدنا نسبق التحقيق، في كتر خيرهم هلا في محققين رايحين هلا على الجزيرة رح يعملوا تحقيق. يعني شيء غامض بالنسبة لنا، نترك الأمور للجهات المختصة تقوم بالواجب. كان مفتعل، يكون حدا بالغلط او في شيء، ولكن اصابع الاتهام امبارح انحكى عن انه 2 كانوا من المشتبه فيهم، هن فينا نقول انه هن وراء هذا الموضوع. شو دقه هذا يلي تم تداوله؟ سمعت من احد هونيك شافت شخصين، انا ما كنت موجود وقت الحادثه، شخصين كانوا موجود وقت اللي طلعت الحريقه، نزلوا من فوق ورقدوا وولعت. هلا ما ركضوا، صرت العالم كله تركض وكله راح. انا لما وصلني خبر من معالي وزير البيئات والكل حكي بالموضوع، دغري كنت حملت حالي وركض دغري، اخذت مركب ورحت على الجزيره. وصلت دغري كنت الساعه عم تحترق، وشفت فريق العمل الموجود هونيك وحاولنا نطفي وفتنا لجوا، ووقفت على مكان البرج اللي اختفى مبدئيا. واجت وكتل خير الجيش اللي اجا وطوافات كمان بردت المنطقة، يعني ساعتها. فبس الجيش مشكور جدا جدا جدا، مشكور معالي الوزير اللي هو اتصل وأمن الحماية، اجت طوافات وطفت وبردت المنطقة. وهلأ نحن بقى بصدد التحقيق، ومن بعد نحن كلجنة محمية بدنا نقوم بالخطوات اللازمة لترجع كل شيء لطبيعته إن شاء الله. اليوم بمقالة للصحفي غسان ريفي كان عم يحكي فيها أنه هيدا الحريق صار بالتزامن أو بالأحرى بعد أسبوع من افتتاح الجزيرة بحضور الوزير وزير البيئة شخصيا. قديش ممكن نربط ما بين الشغلتين، ما بين هيدي الحادثة في حال كانت مفتعلة وهي أغلب التحليلات عم تروح على أنها مفتعلة، وما بين هو الموسم السياحي والافتتاح يلي صار من أسبوع؟ مثل ما قلت لك ما فيها نسبة التحقيق، بس بالتحليل يعني ضرب السياحة شو ما حدا قال له مصلحة يضرب، خاصة يعني أصحاب المراكب، ما هذا رزقهم. نحن واقفين جنبهم تاني يستفيدوا، لأنه ده موسم كله 3 شهور، ما بعتقد يعني
إذا بتحلل معلوم مصلحة أن الجزيرة تصير فيها فيها هيك. هلا يكون مفتعلة، ممكن مفتعلة بس يمكن يكون حدا مدفوشين، ممكن يكون لا، ممكن يكون هن عمدوا شو عم يلعبوا وصارت معهم هالقصة. يعني ما فينا نحكي إلا نترك أمور لأصحاب الاختصاص هن يضايقوا. اليوم جزيرة الأرانب تعتبر نقطة سياحية وتستجلب كتير من السياح، سواء سياحة داخلية أم من السياح من الخارج. اليوم بس الجزيرة ما عم بيكون عليها حماية أمنية أو تنظيم أمني، إذا بدنا نقول مش نقول حماية. هل هذا الشيء مش إنه لازم يكون ضروري على الجزيرة؟ أكيد ضروري، والمحمية تصنفت عالميا يعني بالبحر المتوسط من أهم محميات البحر المتوسط، يعني في 30 محمية بحرية هي كانت من ضمنهم. إنما اللي لازم يصير أكيد لازم يكون في حماية ويكون فريق عمل كامل. نحن يعني صرنا من زمان منطلع عملنا لأن عمل لندسكيب، يعني كيف ويك الحال كيف لازم تصير سدحة بده فلوس، ما في مصاري، تعرف الدولة ما في هالمخصصات بوزارة البيئة. زائد قدرنا عن طريق منظمات دولية أمنا مركب هلا صار جاهز هو ببيروت لفريق العمل عشان يروحوا وياخذوا في العمل. أمنا 5 وظائف، 2 رينجر رح يناموا هونيك، وهذا المضبوط انه ينام شخص هونيك يناموا بقلب الجزيرة له 24 ساعة في حماية، و2 أدلاء سياحيين ومدير محمية. هذا بس بده يصير بعد سبتمبر لأنه المشروع صرنا اكثر يعني نشوفه للعام للموسم السياحي، بس حيكون في الحمايه دغري مباشره. وهلا مع معالي كنت عم بحكي مع معالي الوزير نشوف بركي فينا نامن هلا مؤقتا حدا ينام هونيك ويكون في حمايه دائمه. نحن نتمنى يكون في نقطه امنيه هونيك، بس على الوضع بتعرف والتنقلات هونيك مش سهل، يعني انت بتبعد 5 كيلومتر عن البحر. اليوم كيف اثرت هيدي الحادثه على زيارة المحمية من قبل السياح؟ أكيد هلأ في ناس بتأثر لأنه لما سمعت بالخبر في ناس كانت جاية ووقفت لبينما هلأ طرق الأحوال ويخلص التحقيق، ولكن عم نشوف رحلات إنه شوي يعني شفنا كذا لأنه حاجزين ممكن يقعوا يكونوا يوصلوا ما ينزلوا لهونيك لأنه هونيك حيكون بفريق تحقيق، يعني ما ممنوع حدا يفوت بشان الأدلة على كل الجزيرة ولا بس على النقطة اللي احترقت. النقطة اللي احترقت ويستحسن انه واحد يروح هلا لانه في ما بتعرف مين بيفوت، بقى الافضل يخلص التحقيق ولك الحادث حديث، لانه هذه الجزيرة فينا نقول اللي عم بيروحوا هلا ممكن يرجعوا ما يقدروا يفوتوا. هلا بعتقد هلا الدرك والامنيين حيقولوا رجعوا، بس هذا الشيء يعني كمان يعني لازم يكون في ارشاد من الشاطئ من هون انه ما حدا يروح كرمال ما يضيع نهارهم أو يتكلفوا. لا حيصير، لا حيطلع بيان صادر من الوزارة بهذا الخصوص ولحماية الجزيرة، يعني لمصلحة الجزيرة ومصلحة الجميع. بس يخلص التحقيق، بس يخلص التحقيق من العالم بيتفضلوا من أهلا سهلا. قد ايه من المتوقع أنه يخلص التحقيق؟ يمكن هذا شيء بيعود لأصحاب الاختصاص، يمكن 3 أيام 5 أيام أسبوع حسب. بس نحن بهالوقت ندعي من بعدها حندعي للجميع يتفضلوا الجزيرة بخير وما في شيء متضرر من النخيل، يعني شيء بسيط. والشط محل هن بيعدوا عادة بالشط الرملي، الشط الرملي بعده مثل ما هو من جوا، بس محل برج والأعشاب اللي حواليه والغطاء النباتي أوكي تضرر إن شاء الله بده بيتعالج وكله بنقوم بالواجب اللازم. شكرا كثير لك أستاذ عامر، يا أهلاك. رئيس لجنة محمية جزر النخيل التصح المفروض. شكرا شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام يعني كما شاهدنا التحقيق ما زال مفتوحا حول لمعرفة ملابسات هذه الحادثة التي حصلت البارحة، وهي إحراق جزيرة الأرانب، وهي تعتبر محمية أساسية ومهمة جدا في السياحة في لبنان، وهي أول محمية طبعا كما قال. وبالإضافة أيضا يعني التحقيقات قد تستغرق أيام، وبالتالي يفضل عدم ذهاب المواطنين أو السياح إليها في الوقت الحاضر. إذا مشاهدينا الكرام هذا كان كل شيء لكل جديد، ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، إلى اللقاء.